صباح النور حبايبي، كي راكو دايرين؟ كي داير الاحوال؟ بخير نتوما؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحيحه؟ كنشكركم على التعاليق والكلام الزوين ودي ماركو في القلب. كان شي مره لا اله الا الله ما نقدرش نجاوبو كاملين، بصح شي وحده تبقى خاطرو على التليفون، راني نعطي النص بالنص التليفون، راني عطيت المغرب، الجزائر، مكناس، الرباط، هنا في اوروبا راني كنعطي شوي بشوي، لان لا عطيتكم مره واحده يعني غوجدوا واحد القنبه يا حبي وخنقوني، طيحوا عليا مره واحده ويتلف لي البلان، يعني خاصني نطيح في المسبح ديالي ونغمض عيني ونشهد. شتي حبي؟ قالت لك واحده انا راني خارجه من القناه ديالك، بالسلامه عليك يا حبي، حريه، بغيتي تقعدي ولا تدخلي؟ انا الدنيا هانيه، كاين اللي دخل كاين اللي خرج، الدنيا هانيه، لا بغيتي تمشي الله يعرضك الخير احبي. بصح انا التليفون راني كنعطي شوي بشوي، وراه 7 ديال المرات بدلتو يا عباد الله وكل شيء غادي يوصلكو التليفون، وراه ما تعايرو، وراه واللي بغات تفشل القلب ديالها، تانا كنشيخ ونعرف نشيخ، نوجد ظهري حبي واعطيني. بصح خاصني شي وحده عسريه، تكون واحد العدوه عسريه، وتلوز هذيك العسريه، ديك العسريه تلوزها وتعطيني هنايا، بصح ما تقتلنيش، غير دوخني ولا ترجعني طونطو بيل، لان هنا يخلصوا عليه، اذا رجعت هنا بيل يخلصوا، في المغرب ما يخلصوش، بصح انا نخلصو، كنبغيكم ونموت عليكم. شحال من وحده قالت لك اخويا ابراهيم انا ما عنديش دراري وخاصني يكون عندي شي دري ولا دريه اللي جابوا الله، وشحال من وحده حملت وما استقلهاش وكلش، وقالت لك يا العدون سيدنا وعطيتنا بالدار. ما عمري يا حبايبي نعطيكم بالدار، لا الزوينين ولا الزوينات، لان حتى الرجل راه يبقى خاطر. قال لك علاش ما راكش تقولنا حبي؟ راك تقولها غير للعيالات. قلت لك خاصه غير بالعيالات هذوك الزينات ديالي، انتم ولا قلت لكم حبي غادي تنوعوا. وانا زهري معاكم كحل للرجال. كنبغي يكون نموت عليكم. شحال من وحده قالت لك مسكينه يا ابراهيم خاصنا يكون عندي وليد ولا بنيه، وشحال من وحده حملت وطاح لها شي مره، كيطيح حتى 6 شهور 7 شهور، هذاك من الجن العاشق ما يبغيهاش تفرح، الجنون اللي يكونوا مالكينها ما يبغيهاش تفرح، في كسميتها ماشي لا بهادي ولا بهاد. المهم وشحال من وحده مسكينه من ما يكونش عندها الدراري، يعني كيشوفوها فيها بالعوجي، كيحقروها، حتى العيالات اللي يكونوا عندهم الدراري ديالهم كيحقروها، واخا كتجيبي الدراري وتكرفسي عليه وديري الصباح وعشيه، ولكن كيكبروا يعطيوك بالظهر وراه واقع، يعطيوك بالظهر تكبري الولد والبنت، وفي التالي تبقاي غير وحدك انت والراجل، عاد الراجل اللي بقى فيه الربح تقعدي انت وياه. بصح الحاجة الوحيدة هو بنادم خاصكو تهلاو، فمين تشوفو مرا ما مزوجاش ولا راجل ما مزوجوش ما تحقروهمش، ما تعطيوهوش بالدار، ما تهضروش فيه، ولا شي مرا ما والداش تاني كي مسكينة ما عندهاش الزهر تا هي في الإنجاب، خاصكو ما تهضروش فيها وما تحقروهاش، لأن تا هي كتحس. فهمتو؟ كل شيء بإذن الله. بصح حنايا حقار، حنايا حقار، إلا شتنا مرا ما مزوجاش كنهضرو فيها، شتنا مرا مطلقة بولادها ولا بولادها كنهضرو فيها، شفنا واحد ما مزوجش تاني كي نقولو باير ونهضرو فيه ونقولو ولا بنت ولا ولد بحال براهي. تانا من ما كانوش عندي الدراري واخا راجل راه حقروني خوتي، أنا نهار اللي دخلت للسبيطار قعدت 17 يوم، تعرفي علاش سقساو الطبيب؟ والصديق ديالي اللي كان مقابلني قاوري سقساوها غير واش مخلص سكورو ولا لا، يعني باغين غير الورد. من قالها للصديق ديالي حار لي الامر، وقال واحد الطبيب واش مخلص سكورو واش مخلص، باغين غير الفلوس، يعني الا مت غادي يخلص، بصح ما عمرك تدي واحد دورو، لان عندي بنت تانا كان حقروني وكان يدفعوا لي الهضره، من نمشي نجيب ولادهم يقعدوا معايا 3 شهور في الصيف هنايا، وخنته وشريت له الطابليت موبيلات كلشي ونكسيه وكلشي، و 3 شهور يقعدوا معايا ونديه اللوطيلات وكلشي، وفي التالي حقروني بقاو يدفعوا لي الهضره، ولكن انا درتها لهم دقه بطلع حبي، ما علمت حتى شي كيدار مخوت ولا مخواتات، اللي حتى زادت البنت ديالي، من زادت البنت ديالي قلت له ها هي البنت ديالي، اعطي لامو ودير له الزعزع وبوم. ما لقاوش فين يشدوا، حسبوا كانوا غادي يورثوني، ولكن كل شيء كتبته على بنتي، ما تسالوا حتى شي حاجه وما تدورش بها ما دامني في الحياه، لان درت كل شيء بيد المحامي باش بنتي الى مت ما تقدرش ترجعوها لبلادها حبي.
ديروها في عقلكم، لان راك تجسسوا عليه، ما عمركم تضري به، حتى لا مت ما تضرش بيا انا. انا الا مت ان شاء الله وحنا من الحيين قدام هذا العالم، راني مسني الورقه للبنت ديالي ان تدفن هنايا في اسبانيا، مقبره اسلاميه كاينه في مورثيا، مقبره اسلاميه، راني سقسيت وكل شيء، وراني خادم الوكاله لبنتي والوصيه، الا مت يدفنوني هنا. هاد البلاد اللي عطاتني الخير ورجعتني راجل ورجعت عندي قيمه، لان لا دفنوني في البلاد غادي يسرقوا لي عظامي. نضحككم، كان موت عليكم والله. حتى انا راح حقروني واخا راجل ماشي، تشوفوا غير نتوما العيالات دفعوا لي شحال مره الهضره. واختي اللي ماتت خير الله يرحمها، خدمت عليه وتكرفصت عليه، عايروها ودفعوا لها وكل شيء. كان عندها ذاك النوار، النوار في الوالده، انتم ما تعرفوش هذاك، ما عمره تولد مولاته، هذاك كان عندها في الوالده، وحقروها ودفعوا لها الهضره، وربات له تحيه ولاده، وضربوها وسبوها وهزت له الكريدي اللي سبعه اللي ربعه اللي خمسه. نهار اللي ماتت انا خلصت الكريدي، انا اللي خلصت الكريدي، ونهار اللي ماتت انا اللي ديتها للمغرب، ما كانش عندهم دور باش يخلصوا الصندوق، خلصته 7 مليون، ودرك فيه الفم يضلوا يهضروا. وقلت لهم ما تجمعوش ما تمشيوش للمسجد باش ما يضحكوش عليك ولاد القريه وما يضحكوش عليكم الناس، انا بفلوسي نوصل. وانا خلصت الصندوق وتلاقيته في طناطوري، وفين يغسلوا فين يصيفطوا الميت من تما، ما سلموش عليا والله، ما سلموا عليا عديان الله. تخيلي هي ماتت هنايا في اسبانيا، ماتت مع 8 الصباح، انا ما وصلني الخبر حتى ال 11 تاع النهار، يعني تعيطوا لي من القريه، وخواتاتي هنا وخوتي كنت متناقش معاه، تعيط لي نسيبي، قال لي راه اختك ضربتها طوموبيل، وهي بايته عندي السبت والحد، جاو داو الفلوس من عندي باش هذيك المسخوطه اللي شكات بيا نتاع اختي باش دير التجمع الراجل ديالها، في التاليها هو سمح فيها لا البنت ولا هي وطلقها. وانا عطيتها 500 اورو باش دير التجمع، هذيك اللي شكات بيا وشحال ملاين تحله. المهم ما نمشكلكوش مع راسي، المهم حنايا غادي نديرو هاد الوصفه، راه ساهله، جوج ديال الوصفات كاين وخاصكم تطبقوه وديما ديروه، راه كاين، كاينين هاد الوصفات ساهلين ثلاثه، عندنا تاع تنك التمر، واللي ما عندهاش التمر عندها الحليب، حاشاك ديال الحماره، او لا الحليب ديال الناقه، او الحليب ديال المعزه، او لا الحليب ديال النعجه، او لا الحليب ديال البقره، ديرها معاه. اللي ما بغاش دير التمر بحال اللي فيه السكر ولا كزميته، اللي ما بغاش دير السكر، الله يشافي جميع المسلمين والمسلمات، ويا ربي يساعد كل مراه باش تهي يكون عندها في الانجاب، يكون عندها ولد ولا بنت، اللي جابه الله فيه خير، اللي جابه الله فيه خير. انا نهار اللي اختاريت بنت، قالوا لي البنت تقعد مع باها، لان هنا يقدروا يديروا ولد ولا بنت في الكلينيكات. المهم وراني سعيد، عندي البنت ديالي بحالي نيه، وغي تضحك وتهي كتبغي الناس، هادشي اللي بغيته. المهم يا ربي يسخر لكم، وهاد الوصفه خاصكم تطبقوها، راه ساهله وديرها اي مره، ساهله وخاصكم تطبقوها. حنا غادي نمشيو فين يبيعوا المسائل ديال الفلاح، غادي نشريو الفصه، الفصه فيها جوج ديال الانواع، كاينه وحده فيها الدواء ما تجيبوهاش، خاصكم تجيبوا اللي ما فيهاش الدواء. ها هي هنا بنات مرسيه اللي بغات انا نشريهم بحالها. الفصه هذه ما فيهاش الدواء، كاين جوج ديال الانواع، كاين اللي فيها الدواء كيديروها باش من يزرعوها ما ياكلهاش داك البعوش وكل شيء، من يزرعوها ما ياكلهاش حشاك النمل وكل شيء باش ما ياكلهاش داك البعوش. وكاينه وحده كيديروها للاكل ما فيهاش الدواء، انا هذه عندي ما فيهاش الدواء، راني مشيت شي 20 حالوت هنايا، فين كيبيعوا الغرسات نتاع السجار، فين كيبيعوا الزرع، فين كيبيعوا كل شيء تلقاوها تما، وفين كيبيعوا الورد وكل شيء كتلقاوها تما، يعني فين كيبيعوا المسائل ديال الخاردينيه صحابات اوروبا راكم تلقاوها هنايا، ثاني كل المغرب تلقاوها. هذه الفصه ما فيها لا دواء لا حتى شي حاجه، خاصنا نجيبو حنا اللي ما فيها دواء. سمعوني مزيان، راه فيها جوج ديال الانواع، اللي فيها الدواء ما تجيبوهاش، ما نافعهاش، ما نافعهاش ومسمومه، واخا تغسلوها ما صالحلكوش، خاصكم تجيبو اللي ما فيهاش الدواء. في كيبيعوا الزرع والقمح وكل شيء تشريوها من عنده تم، المسائل ديال الحيوانات حشاكم ولا الغرسه ولا فين كسميت. نجيبو الفصه بلادو، هذه بلادو، حنا غادي نجيبو الفصه، وغادي نجيبو التمر، وغادي نجيبو هنايا حب الرشاد،
هذه راه ما خرجها لكوش ولد المراه، وهذه شحال من وحده ولدت بها في القريه، وخاصكو تتبعوها. ها هي الفص، نحب الرشاد والفص، ما عمر شي واحد خرجها لكم، غادي ينقلوها وكل شيء. هذه كانت عندنا في القريه ومازال كيخدموا بها في القريه. حنا غادي نجيبوا حبه ديال التمر، شتي حبي حبه ديال التمر، غادي نجيبوا هذه من تشريوها ثاني كنغسلوها، غسلوها وديريها تنشف، انا راه مغسوله قلت لاننا كناكلها على الصباح. غادي نشدوا ها شويه ديال الفصه، ها هي البذور، هذه البذور ديال الفص، وغادي نجيبوا شويه ديال حب الرشاد. ها هادي حتى الراجل اللي نقص الجماع ياكلها. ها هي شدوها، ها هي فيها البذور، وحنا غادي نشدوها هكا، انا راه عندي مغسوله، غادي نشدوها والصباح على الاخوه وفي الليل تنكل على الاخوه. ها وتبقاي خليها بزاف الفم ديالك، لان خصك تمضغي مزيان مزيان. ها ها فمي لا تقول راه دا السهل، لان انا ديما كنديرها، لان زينه فيها بزاف ديال المنفعه، درك نهضر لك عليه بجوج. ديريها تمره، كتشدي تمره شويه بالصبع ديالك، لان الا درتي معلقه صغيره بزاف، ديري غير هكا بشويه وديري تنكن بشويه هنايا وتعمريها في التمره وتاكليها على الصباح. واللي عندها حليب ثاني كنحاشاكو ديال الحماره، لان راه زين ديال الانثى، غادي نشدو شويه ونشدو شويه ثاني كين ونخلطو، واللي بغات تطحنه تطحنه، من الاحسن مع الحليب، لان كنطحنه الجده ديالي، تطحنوها تشدوا نفس الكميه ديال الفصه ونفس الكميه ديال حب الرشاد وتطحنوها وتخلطوهم وتخلطوا، تهزوا معلقه صغيره على الصباح وديروها في الحليب، وفي الليل ثاني قبل ما تنعسوا خاصك تتبعوها، وراها زينه. واللي بغات ديرها ثاني مع العسل، ديرها تشد كميه نفس الكميه وتطحنها وتخلطها مع الربع ديال العسل، تخلطها مع العسل وتبقى تاكل. واللي عندهم مسكينه عندها السكر وكيسميته، تخلطها مع الحليب ولا الماء سخون ولا تمر، بصح صحاب السكر ما ياكلوش التمر. كان موت عليكم وكان بغيكم، وهذه الوصفه راه خاصه بالحمل، فيها بزاف ديال المنافع ومازال نشرح لكم. ها الفصه باش تعقلوا عليها، البذور ديال الفصه، وها البذور ديال حب الرشاد. ها عندنا ثلاثه ديال الحوايج بالتمر، جوج حوايج كان موت عليكم وخاصكم تتبعوها. هاي بودر الفصه، حب الرشاد، والتمر. عندنا ثلاثه ديال الحوايج، هيا باش تعقلوا عليها. بودر الفصه نوريك لكم، هيا هذه راه بلادوه، وحب الرشاد انا راني غاسله كل شيء وكناكله على الصباح، اللي راه فيه بزاف ديال المنفعه. الراجل اللي يكون تاني كنقص في الجماع دقه بطله،